للمزيد معي من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. الملفت أنه عم نشوف ارتفاعات إلى مستويات قياسية في الأسواق الأمريكية رغم أنه الأسواق عم بتخفض من توقعاتها حول سرعة الخفض في أسعار الفائدة حتى نسبة أو probability أنه يبلش الخفض في شهر مارس تراجعت، بالتالي كيف تفسر ذلك؟ يعني نحن عم نشوف أداء إيجابي جدا وتفاؤل كبير في أسواق الأسهم الأمريكية. نحن عم نشوف بعض الإعلانات الأرباح كانت محرك بارز ورئيسي للارتفاعات، إضافة إلى طبعا الأجواء المرتبطة بسواء كان في شفنا التحفيز من الصين أيضا يرتد على الاقتصاد الأمريكي، أنه التوقعات بأنه يكون في عنا تسهيل وتحفيز في الأسواق وربما الاتجاه إلى تقليص أسعار الفائدة وإن كانت في النصف الثاني من العام الحالي، وهذا الأكثر ترجيحا. كان التفاؤل مبالغ به، وأعتقد رأينا تأثير أنه ابتعاد الاحتمالية أن يكون هناك في مارس أو في النصف الأول من العام الحالي عن للتقليص في أسعار الفائدة. هذا التأثير انتهى تقريبا من حوالي أسبوع ونص، شفناه مع عودة الدولار الأمريكي للتراجع أمام معظم نظرائه من العملات ومتابعة البيانات الاقتصادية، وإضافة لذلك على وجه التحديد أرباح الشركات اللي حتى الآن عم تعطي هذه الأجواء الإيجابية. بإجمالا نحن عم نشوف الخطوات الفيدرالي المنتظرة ربما تكون هي المحرك الأبرز في الأسواق. الشهية المخاطرة الموجودة في السوق حاليا اللي عم نشوفها وهذا الفوليوم الكبير اللي نشهده عند مستويات هي الأعلى تاريخيا عند معظم المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية تربط بشكل كبير بالأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي حتى الآن، إضافة نضيف إلى ذلك توقعات أنه يكون التقليص سريع نسبيا في الفصل الثاني أو النصف الثاني من هذا العام مع الربع الثالث والربع الرابع. أعتقد رح يكون في عنا تخفيضات 3 مرات ب 150 نقطة أساس ستكون كفيلة أن تخفف من عبء كارتفاع تكاليف الاقتراض. 50 نقطة أساس التخفيضات اللي بتتوقعها كل مرة؟ يعني بشكل كبير جدا ممكن نشوف هذه هي الاكستريم الآراء، انه يكون في عندنا 3 تقليصات 50 نقطة أساس، ربما انه يكون في عندنا بالتقليص الأول 50 نقطة أساس مرة واحدة ومن ثم 25 في الاجتماعات التي تليها في الثلاثة المتبقية، ربما تكون هي سبتمبر وديسمبر تنال حصص أقل من التقليص، ولكن أول حركة التقليص أعتقد لتتماشى مع توجهات الفيدرال الأمريكي أعتقد سوف يتجه نحو تقليص حاد بخمسين نقطة أساس في أول تقليص له، لأنه هو الأرجح يلي كنا عم نشوفه أنه 25 نقطة 25. أساس. رائد، اجتماع الإي سي بي من غير المتوقع هذا الأسبوع، نرى أي تغيير في موضوع الفائدة، ولكن هل ممكن أن يحمل أي مفاجآت من ناحية اللهجة التي قد نسمعها؟ حقيقة نحن عم نشوف أنه المركزي الأوروبي البيانات ليست بالسوء المتوقع، ربما ننتظر مجموعة من البي ام ايز كانت اليوم سلبية ربما بعض الشيء من المنطقة الأوروبية خصوصا من ألمانيا، ولكن الأنظار تتجه إلى أن المركزي الأوروبي أيضا مقيد الحركة بعض الشيء فيما يتعلق بالتخلص السريع من السياسة النقدية المتشددة، خوفا من أن يكون في عنا التضخم خروج كبير عن السيطرة في ظل وجود بيانات سلبية لا تزال تتقادم من المنطقة الأوروبية وبيانات تضخم مرتفعة نسبيا، فممكن أن يكون في عنا بعض الشيء تمهل من قبل صناع سياسة نقدية في المركز الأوروبي بتبني سياسة أكثر خلينا نقول تسهيلا أو الحديث عن تقليصات في أسعار الفائدة، ولكن إذا بدي قارن أسعار الفائدة في المركز الأوروبي لا تزال أقل من نظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هو بضمن الحدود التي يتمكن منها، لكن الأهم
ما ننتظره من المركز الأوروبي تقييمه لمعدلات النمو خلال العام الحالي، إذا كان هناك في مخاوف ركود ربما يكون هناك اتجاه أكبر نحو تسعير السوق لاحتمالية تخليصات قريبة في أسعار الفائدة. أما إذا كان هناك نوع من الارتياح للوضع الاقتصادي كما هو في وضعه الراهن دون الحاجة إلى توجه إلى تخفيف كبير في أسعار الفائدة والتوجه أكثر إلى أن يصل التضخم إلى المستهدفات، هذا ما ننتظره فعليا في الاجتماع الحالي وبيان المركز الأوروبي. دعني أنتقل إلى آسيا وإلى هذه الخطوة من الصين، برأيك الخطوة التحفيزية هل هي كافية؟ رائد، هل ممكن أن نرى إجراءات تحفيزية جديدة؟ يعني اليوم عم نقرأ ونشوف مجموعة من التوجهات ونشوف كمان أنه تقييم كبير لهذه الخطوة التحفيزية الكبيرة من الاقتصاد الصيني وكانت منتظرة حقيقة، وعم نشوف أنه أيضا بعض الانتعاشات في الأسواق في معظمها اتجاهات لمدراء محافظ نحو الأسواق الصينية على وجه التحديد، وشفنا الهانغ سينغ كيف عم يتفاعل مع هذا التحفيز. نقطة مهمة جدا، في فرصة نحن عندنا أسعار منخفضة ومستويات منخفضة للأسواق الصينية نظيرا للفترة الماضية اللي كانت فيها تحت الضغط الأسواق الصينية نتيجة مخاوف التباطؤ الاقتصادي والأداء السلبي للمعطيات الاقتصاد الكلي اللي احنا ظهرت لنا مؤخرا. الآن يعني مع حزمة التحفيز هذا تتفاعل معها الأسواق بهذا الشكل، أعتقد هذا ما يحتاج الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة، مزيد من التحفيز. حزمة التحفيز كبيرة 2 تريليون، نحن عم نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك عودة لمستويات التصدير الأكبر التي كانت من الاقتصاد الصيني وتحسن في الميزان التجاري على وجه التحديد، وبالتالي ذلك قد يخدم بلا شك سوق النفط على سبيل المثال، وأيضا الاقتصادات المرتبطة الآسيوية المرتبطة بالاقتصاد الصيني على وجه التحديد. يقيم السوق هذه الخطوة على أنها مهمة جدا، قد تحرك نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا في الفترة القادمة. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي، شكرا جزيلا لك.